يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. الفقره دي ان شاء الله هنتكلم من خلالها عن التغذيه الامثل للشخص الرياضي بشكل عام وللعيبه كره القدم بصفه خاصه. دايما بنشوف اللاعبين في فريق النادي الاهلي خصوصا في المعسكرات وهم يعني في الوقت اللي بيتغدوا فيه او كذا، بنشوف ان هم بياكلوا اكلات معينه باحجام معينه وباوزان معينه، وكل واحد فيهم بيبقى واخد الطبق بتاعه وبيحطه على الميزان عشان ما يعديش يعني ولو بالجرام اللي المفروض ان هو ما يعديهوش من السعرات الحراريه او وزن الاكل اللي بياكلوه. هنعرف طبعا كل التفاصيل دي واكتر من خلال دكتور عبد الرحمن سعيد وهو استشاري التغذيه بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. صباح الفل عليكم، منورنا، اهلا بيك. الله يخليك، تسلم. اهلا يا دكتور، منورنا في 10 الصبح. ده بيتك بقى يعني، ده تعديت نيل. مبسوطين حضرتك معانا عشان كمان نستفيد من النصايح اللي حضرتك هتقولها لنا. بس عايزه ابدا كده تحديدا بسؤال ممكن يبقى بسيط جدا، هل تغذيه لاعبين او لاعبي كره القدم بتختلف اصلا عن اي رياضه تانية؟ يعني دول تحديدا اي رياضه في الدنيا او جزء تغذيه الرياضيين نفسه هو برانش او فرع سبيسيفيك قوي في التغذيه العلاجيه. مفيش رياضه بتعامل زي التانية، وان كان ان احمال التمرين عند لعيبه الكوره او تعتبر لعبه كره القدم من الرياضات المختلطه اللي هي بتعتمد على السترينث والانديورنس اللي فيها عامل كبير من القوه وعامل برضه كبير جدا من التحمل، مش رياضه تحمل فقط ولا رياضه قوه فقط، وبالتالي الموضوع بيكون فيها صعب شويه انك توازن بين ان اللعيب اللي قصادك في المركز بتاعه في الملعب ده عنده مثلا متوسط معدلات جري من 8 ل 12 كيلو في الماتش الواحد غير التمرين بتاعه، غير ان عنده احمال ثانيه من السبرنتات او من الجمبات او من التشينج اوف دايركشن، تغيير الاتجاهات الفوجئي اللي هو بيعتمد اكتر على جزء الطاقه او جزء السترينث اكتر منه اجزاء التحمل. فانت بتحتاج تبقى حاسب او عارف اللي تقدر تعمله او تحسن بيه الاداء في القطاعين بتاع التحمل والقوه بالنسبه للعيب الكوره. اوكي. طب وبالنسبه للاكل بقى نفسه، يعني كنت لسه بقول من شويه موضوع المعسكرات. هل طبق كل لاعب بيختلف عن طبق اللاعب الثاني؟ تمام. وزنا ومحتوى ولا وزنا بس؟ بص يا كريم، احنا الفكره ان انا من ساعه ما دخلت المنظومه بتاعت النادي الاهلي وانا بحاول اخلي الموضوع ما فيش فيه قابليه ان يخش فيه ايرور فراكشن بيني وبين اللعيب. يعني انت النهارده كابتن فلان معايا في الفرقه، مثلا كابتن عمرو، كابتن شناوي، كابتن ايمن، ايا كان الكباتن الافاضل معانا، هو ليه بروسس من الاكل او ليه برنامج غذائي انا اعمله له. ممكن بمطلب اهتم لنا زياده بكابتن شناوي، محمد يعني على راسي ورك فرخه زياده بالحب كده من عندك عشان ده عامل شغل زي الفل الحقيقه. فانت المفروض هو ليه برنامج تغذيه المفروض محسوب ليه حسب الاحتياج بتاعه حسب الفتره اللي احنا فيها في السيزون. في اوقات احنا بيبقى اوف سيزون الدنيا تبقى هاديه، لا في اوقات احنا عندنا زي الفتره اللي فاتت دي ماتشات كل 3 ايام والمعسكرات تقريبا معسكرين في الاسبوع. كانت احمال تقيله قوي على اللعيبه، فلازم انت تبقى في ظهرهم، انت باكينج اللعيبه دي في ظهرهم، انت مأمن كل احتياجاته من الطعام علشان الاداء بتاعه في التدريب او في المباريات. تمام. يبقى كله جاهز، الاساسي بتاعك جاهز والاحتياطي جاهز عشان لو اتطلب في اي وقت يبقى افيلبل ويؤدي بنفس الاداء. وبالتالي فانت في محتوى مختلف، والنهارده انت بقيت بتسعى ان انت النهارده الكابتن عندك او اللعيب عندك داخل على الميلز بتاعته او الوجبات مش واجع دماغه ان هو هياكل ايه. هو داخل عنده البوكس بتاعه او الوجبه بتاعته جاهزه باسمه. هو بقى نيرلي عارف خلاص بالتعامل بيني وبينه هو المفضل ليه في الوجبات ايه، لان احنا في تغذيه الرياضيين برضو لازم الموضوع مقبول يا كريم. انت هدفك منظومه تغذيه صحيه ولكن لازم يبقى مقبوله المحتوى. أكيد. مش هاكلك وانت رافض انك تاكل. صحيح. ومش هحرمك. مش فكره حرمان يعني، هو انت قد ما هي فكره زي ما قلت لك تاني، انت بتدور على الالترناتيفز الصحيه. الاختيارات اللي تخلي اللعيب عندي في نفس الوقت مقبول الاكل وان انا اخد منه احسن مردود. وفي نفس الوقت برضو القناعه، هو هيقتنع هيشوف نتيجه هيلاقي ان المردود عليه كويس جدا هيبدا يسمع الكلام ويبدا ينفذ بقبول جدا، بالعكس يبدا يطور. يعني في لعيبه بتقول لي طب لا احنا ممكن نعمل كذا، طب انا ممكن مثلا ابدل الرز مثلا، انا بحب البطاطس او سمعت ان البطاطس ممكن لو هي مشد او هي مثلا روستد مشويه تبدا تسحب ميه شويه، نقلل الملح بتاعنا. بدات انت تتواصل مع اللعيب بالاحتياجات اللي هو برضو اللعيب مرايتي او عينيا، قول لي اخبارك ايه؟ انت شايف ان احنا المنظومه فارقه معاك ولا لا؟ الدنيا احسن، الدنيا مش احسن، بحيث انك تبدا دايما اب تو ديت معاه وتطور معاه اخباره ايه؟ جوه السيزون زي ما قلت لك بعد شهر مثلا حد متعور، ده ليه بروسس ثانيه، لازم اطمن عليك بالظبط، لازم اطمن عليك انت اخبارك ايه في الريكفري بتاعك؟ اخبارك ايه في تقدم الاصابه بتاعتك؟ المردود العضلي عندك في الاستشفاء بتاعك عامل ازاي؟ بدات تخش احمال، بدات تخش الجيم، بدات تاهل، كل مرحله ليها متطلبات من التغذيه نفسها، زكاه محتويات الاكل او ايفن حتى المكملات بالنسبه للعيبه معانا. طيب
هل في لاعب بيحب الاكل زياده ودايما بياكل زياده يعني بتحارب معاه عشان بطل اكل؟ بصي بصي لا احنا هقول لك حاجه، هو خلينا نتفق ان الاكل اصل الاكل نعمه، يعني انت طبعا كونك بتحاول من مباهج الحياه بالظبط، يعني هي دي وفي شهيه برضو شهيه حد عن حد لو مش هنضحك على بعض نقول ان احنا خلاص كلنا قديسين يعني وان الاكل بالنسبه لنا مش متعه، لا الاكل متعه، بس انا اللي لمسته في الفرقه عندنا منظومه الاحتراف، الشباب ما شاء الله يعني هو النهارده زي ما حضرتك تاني هو عارف ان البروفيشناليتي بتاعته او احترافه ان هو من زي تمرينه زي نومه بدري زي وجوده في النادي في مواعيد معينه والتزامه بقت منها منظومه الاكل. فهو النهارده حتى لو فعلا الاكل بالنسبه له قيمه كبيره او شهوه او ان هو عايز ياكل كتير، فعلا لا معظم اللعيبه النهارده خلاص بقت عندها ريجيليشنز او ممكن فتره من الفترات مثلا بعد ماتش مهم بعد بطوله او حاجه ممكن ندي زي يعني زي كادو كده، او ان احنا النهارده مثلا يا فلان ممكن نبقى ساندوتش همبرجر او حاجه كدو. الموضوع ابسط من كده بشويه يعني، لكن الناس كلها حالا لا اللي هو في اليوم الفري يدخل على كل لعيب محل الكروم مفيش يوم حاجات زي كده. بالمناسبه لما بتسافروا سواء في معسكرات او في بطولات مش مجرد في الخارج، انا بتكلم تحديدا عن الدول اللي احنا في غربه شديده ما بيننا وبين المطبخ بتاعهم او ما بيننا وبين الاكلات بتاعتهم، بيبقى معانا احنا الشيف بتاعنا مش كده برضه؟ بالظبط. الدالي احنا سافرنا لجنوب افريقيا سان داونز مثلا وسافرنا المغرب فاكتر، يعني انت بتسافر بره فعلا بيبقى انت الشغل عليك اتقل بكتير قوي. ليه؟ لان انت بص هقول لك بالبلدي كده انا في رقبتي الفرقه دي اكيد الجهاز أكيد بالفرقه دي كلها في رقبه تانيه تمام، فانت ليك استعدادات من انت ممكن تسافر باكل اصلا، انت ممكن تسافر بمحتوى طعام، انت مش بتبقى انت عامل زي سيرفي المكان اللي انت رايحه اخباره ايه؟ هل انت مطمن من جوده اللحوم؟ هل انت مطمن من جوده الدواجن؟ هل انت قلقان من مثلا ما تلاقيش حبوب معينه هناك؟ فانت بتعمل زي سيرفي سريع الاول. مفيش مره حصل معاكم بالمناسبه عكوسات في الاطار اللي بنتكلم فيه ان انتوا مثلا كنتوا مسافرين وكنتوا فاهمين ان الدنيا هناك هتبقى لطيفه والاكل قريب من اكلنا لقيته حاجه ثانيه؟ حتى لو يا كريم انا بقول لك احنا المنظومه الاداريه عندنا دايما بتوجد الحلول. يعني انا لو اتزنقت في اي منتج او اي محتوى الاداريين معانا او الجهاز الاداري عندنا في ثواني، مش مقبول بالنسبه لي ان في حاجه تتعطل. وده كان لمسته كتير، مش مقبول ان في اجراء بالنسبه لمنظومه النادي ونجاحها انها تتعطل، محتاج مثلا ميه، محتاج تحضيرات معانا في المطابخ، محتاج الشيف معانا في كل سفريه طبعا. اي حاجه تسهل المنظومه انها تنجح هتبقى متوفره مع ادارين النادي الاهلي ومجلس ادارته. جميل. طيب بالنسبه للديزرتس الحلويات اصل مش معقول يعني والله انا عايز افهم مش هل بتنزلوا مارون جلاسيه للعيبه؟ مفيش كده؟ اللعيبه ما بياكلوش خالص حلويات، ممنوعين تماما يعني حتى في ده وقت الماتشات بس طبعا. بصي انا نجحت الحمد لله مع الفرقه عندنا ان انا كرههم في الحاجات الحلوه مش كره ولا حاجه تاني زي ما قلت لك انت صعبوا عليها اللعيبه على فكره بعد المعلومه دي. لا هو فعلا ما فيش حلويات خالص ايفن حتى يعني المعسكرات او ايفن حتى في اللعيبه في البيت، وده زي ما قلت لك من نقطه الاحترافيه. نهوان انت النهارده شايف خلاص النتائج عليك وانت مش مستعد تضحي بالنتيجه دي، يعني انت النهارده وصلت ليفل معين توب فورم معين بارقام الوزن ونسب دهون ونسب عضلات، اللعيب النهارده في الاهلي مش مستعد خالص يضحي بالبرفورمانس بس هو بيحرق مش في حرق يعني في حرق محسوب له في اكله، هو ده محسوب اوريدي اوكي. بس احنا ما عندناش مشكله مع الحلويات بس احنا النهارده لو بدانا نخلي الموضوع زي ما قلت لك مش مقنن وارد جدا زي ما انت قلت اصل شيء حلو جميل ان هو يبقى ايه وفي رمضان كمان ده موضوع كل ده تاني. كنترول كمان في رمضان كل ده كان يعني زي ما قلت لك تاني التفوق اللعيبه دي مش من فراغ، اللعيبه دي تعبانه فعلا طبعا. تعبت جامد طبعا. التزامهم كان شديد قوي قوي، مفيش حد الحمد لله تعبنا في في في, في فكره ان هو المطلوب ليك كذا من جرامات البروتين او جرامات النشويات بطريقه طهيه حتى، يعني النهارده اللعيب مش بياكل بس الاكل بتاعه، لا هو بقى عارف يطبخ ازاي وبياكله كده ليه. يعني احنا من تطوير المنظومه هناك ان احنا النهارده انت بتاخد ده ليه يا محمد او بتاخد ده ليه يا كابتن عمرو او بتاخد ده ليه يا كابتن علي علشان كذا او كذا او كذا، نسبك في البروتين كام كذا او كذا او كذا، انا بفضل ده عبد الرحمن مثلا ما بحبش اللحوم هنتصرف من الدواجن او الاسماك او البدائل الاخرى تمام. نسب الخضار اللي هتخش نسب الملح نفسها وكان ريسنتلي كمان واخطر حاجه بقيت اتفاهم فيها نسب شرب الميه، الحاجات دي كانت مهمله قبل كده يا كريم ان النهارده انت بتحاسب كمان اللعيب او بتناقش معاه في نسبه شربه للميه. هو بمناسبه الكلام عن النهارده احنا النهارده وامبارح والسنه اللي فاتت كلها ولسه لغايه لما ربنا ياذن ويريد في من ضمن المستجدات السلبيه موضوع الكورونا تمام. وطبعا بيبقى في اهتمام كبير جدا بمساله رفع المناعه حقيقي. عند يعني عند اللعيبه طالما بنتكلم على فريق الكره الاول بالنادي الاهلي تمام. يعني ايه اللي اضطريتوا تغيروا في تكنيك التعامل مع البند ده
بعد ما استجد علينا فيروس كورونا؟ بص احنا الفتره اللي فاتت دي كانت بتوجهات دكتور خالد طبعا رئيس الجهاز الطبي معانا، كان ليه ريكومنديشن ثابته ان في حاجات تبدا تخش ثابته للعيبه اذا كان حتى كسبلمنتس ليهم اللي بترفع المناعه زي الزنك زي الفيتامين سي. الحاجات دي كانت ريجلري بقت موجوده، الفيتامينز بتاعتنا للعيبه، الحاجات دي ايشوز بقت ثابته معانا، خاصه الفترات اللي كان الموضوع فيها قلق قوي. أوكي. ان انت لازم ترفع محتوى جسم اللعيبه من الزنك الفيتامين سي المغنيسيوم الكالسيوم كل المالتي فيتامينز والمينرالز المهمه ليهم. الحمد لله انت الموضوع عندنا كان كنترول بمنظومه المحافظه والتعامل الحمد لله اللي كنا بنعملها. ايفن تحضير الوجبات تحضير الاكل احنا كنا بنحاول قدر المستطاع، دايما معانا يعني ناس بتعمل سانيتيشن يعني بتعمل تعقيم، البوفيهات بتتعقم قبل وبعد الوجبات، الاوض بتاعتها بتتعقم قبل وبعد الدخول من من المعسكر نفسه. فكانت المنظومه دايما ساعيه ان انت على قد تاخد بالاسباب زي ما بناخد بالاسباب طبعًا. ان انت بتحاول بكل السبل حتى في يعني تباعد اللعيبه، اوقات الاكل تبقى على قد ما هو مستطاع قليله، مش عايزين تجمعات لفترات طويله، بعد كده كل لعيب بقى في اوضته لوحده من غير ما يكون في اكتر من واحد في الاوضه. فده كان محافظ على منظومه ان انت الوقايه خيره من ان انت تبقى عرضه لاي مشكله في الموضوع بتاع الفيروس الكوفيد 19 او الكورونا. أكيد. طيب دكتور عبد الرحمن، لو برضو حد بيتفرج علينا عايز يستفيد ويطبق شويه اللايف ستايل او التغذيه بتاعه اللعيبه، ايه الماكولات اللي ممكن يعني تدينا طاقه وفي نفس الوقت ما يبقاش الكالوريز بتاعتها عاليه وتخلينا نشبع برضو غير الشوفان؟ لان الشوفان ده جربناه والله مجوع برضو والله العظيم برضو مجوع. بص يعني هو مشكله الناس ان في اعتقاد ان الاكل مش بمحتوى. ليه؟ انا ما عنديش مشكله مع الرز، ما عنديش مشكله مع المكرونه، ما عنديش مشكله مع العيش، ما عنديش مشكله مع الشوفان، مع اي نوع كاربس. مبدئيا هو اساس الطاقه في جسمنا هو النشويات، تمام؟ وان كان تغذيه الرياضيين تختلف شويه عن تنسيق القوام كده. اما انا قرر النهارده ان انا في عندي قصادي كيس، الكيس دي انا بظبط الشكل بتاعها، ده لي منظومه شغل. الرياضي لا، الرياضي احنا مش هدفنا الاساسي تنسيق قوام الرياضي، لا انا عندي بيرفورمانس، اللي عندي معدلات اداء. صح. تمام، يعني انا ما يخصنيش، وان كان يفضل طبعا يبقى الشكل كويس، بس ما يخصنيش ان اللعيب مثلا الشيب بتاعه مش كويس لكن بيرفورمانس ليفل عالي. في الاخر انا عايز الايه؟ البرفورمانس. لكن يعني سنه الحياه المنطقيه، هو في نموذج يتضرب في النقطه دي اكتر من ميسي نفسه اللي هو بنتكلم حجما وكتله عضليه وتناسق يعني. بس ميسي قطع شوط كبير في موضوع النيوتريشن، وكان في قصص كتيره مش عايزين نتطرق عليها احنا في منظومتنا احنا. ليه كان سوء تعامله مع التغذيه ثم تطويرها مع المدربين اللي اتعاملت معاه، وكانت قصه كبيره يعني او معروفه للفيلد بتاع الفوتبول او الكوره نفسها. فعشان كده بقول لك لا، احنا دايما بنسعى ان المنظومه تبقى متكامله. الكربوهيدرات هي اساس الطاقه زي ما قلت لك يا نهوان، بس انا التقييم بتاع عمل الاكل، انت النهارده مفيش مشكله خالص انك تاكل رز، طبق الرز عادي اللي هو ممكن يديك مثلا لكل 100 جرام فيه 33 جرام كربوهيدرات، وان يبقى نفس الطبق ده معمول بالزيت او السمنه او الزبده، فبدل ما اداك 100 جنيه ده اداك 400 جنيه، وهم نفس الايه؟ نفس الطبق. عشان كده انا دايما بتلخبط، حتى النهوان ده بتكلم حضرتك على موضوع الشوفان، سرحت انا كده مع نفسي، الشوفان ده من الحاجات اللي بشوف ناس بتاخدها او بتاكلها عشان تخس وعشان تزيد، وناس تانية بتاخدها عشان تزيد. النقطه دي يا كريم مهمه هي جدا، هي البروسيسنج بقى، مش كده برضه؟ مش الفكره، مفيش اكل بيخسس واكل بيرفع. اوعى اكون انا باخده وبتخن. وارد، تمام، فما فيش اكل على الاقل حاطين ايدينا على الخرم جاي منين اللي بيتسرب من خلال النيوتريشن حسبه. انت ممكن تاكل اي حاجه، انا ممكن اخسسك بكره وانت بتاكلي شوكولاته بس حرفيا، وممكن تتخني بكره وانت بتاكلي كل اكل ربنا عادي والهيلثي، تمام؟ بس الفكره ان انت عباره عن كونتينر، او انت عباره عن عدد سعرات انت بتاخدي احتياجك منه، هتفضلي نهوان زي ما انت، هتاخدي اقل منه مع اكزورشن مع رياضه، هتبداي تنزلي او تخسري منه. بنسعى ان الخساره دي تبقى صحيه، يعني خساره في قطاع الدهون مش خساره الجزء الصحي في جسمك هو العضلات، وده بيكون عن حسابات الاكل. يعني انا ما فيش اي ما يمنع خالص ان انا اكلك رز مثلا في نيوتريشن بلان انت بتنزلي فيها في الوزن، اوكي، بس اعلمك ازاي تعملي الرز اللي هو ستيمد بقى مثلا، وحسابات وزن الرز. يعني انا ما عنديش مشكله انك تدخل كميات معينه، مبدئيا اللعيبه كلها اللي احنا بنتكلم عنها دي بنوزن لها الاكل وهي في بيتها بتوزن الاكل. الميزان ده بقى نجيبه منين؟ ده موجود في السوبر ماركت عادي، ميزان بيت. اقول له ميزان مطبخ. ميزان مطبخ، ميزان مطبخ بالجرام. انا بسال في التفاصيل. هتوزني قوي، هتوزني اصلك ناويه توزني. مفيش اكل، يعني مفيش حاجه بتخش جسم اللعيب عندي او اي كيس بنتعامل معاه عموما بره النادي او جوه النادي بتبقى مش معروف هي بتدخل لجسمها ايه بالنسبه لي انا، من اول اللبانه لغايه اخر حاجه ممكن تتخيلها. اللبانه بتتحسب.
اللقاء ده مليان صدمات بالنسبه للنهواند. عشان كده انا بقول لك بص الايشوز او المشاكل اللي عند الناس من مفاهيم النيوتريشن الغلط كتيره قوي كتيره جدا. زي ما قلت لك انت نقطه الشوفان او الاوتس اللي الناس بتتكلم عنها، عايز اخش فاكل شوفان، لا انا عايز اتخن زي ما كريم كان بيقول كل شوفان خالص. اللي في الاثنين سيان، انا النهارده بخس فقررت ادخل في ميل من الوجبات بتاعتي 50 جرام شوفان. اوكي طب واللي عايز مع ميكس معين اللي عايز يزيد برضه باكل الشوفان، قررت اقوم حاطط في ميلز من الواحده بتاع يعني وجبه منهم 150 جرام شوفان. اوكي يعني زياده 50 جرام و150 جرام والاثنين مش مجرد انت بتزود عليه حاجات معينه من شانها تزود. او يا كريم انت الميكس انت ما خدت ال 50 جرام مثلا حطيتهم مع زبادي ومثلا معلقه عسل مثلا كده بقت ميل مثلا. اوكي لا انا في الميكس الثاني حطيت ال 150 جرام مع بينت باتر مع فاكهه مع راسبري مع مربى مع المونز مع لوز بقت حوالي ب 400 ساندويتش هامبرجر بقت ساندويتش مش يعني بقت قنبله زي ما بقولها بقت 600 700 سعر. اوكي والاثنين ايه؟ والاثنين شوفان صحيح عندك صح. فزي ما قلت لك اتسويه بروسيسنج. احنا بنعلم الناس في التعاملات مع التغذيه هاو تو ايت اند هاو تو ليف، ازاي تاكل وازاي تعيش. لان انت في الاخر بعد فتره من الفترات مش منطقي انك تقعد تتعامل مع الكلاين بتاعك عمره كله. انت بتعلمه بعد فتره هاو تو ديل يور بايرز، ازاي تتعامل مع الاكل بنفسك عشان انت ممكن تسافر ممكن تبقى ظروفك متغيره مش عارف تتعامل طبعًا مع النيوتريشن بلانز مع كل الناس اللي حواليك، وبالتالي يبقى عندك الفريم اوت بتاع ان انت عارف جسمك اطار ايه في النشويات اطار ايه في البروتينات اطار ايه في الخضار، اتعلمت ازاي هاو تو بروسس الاكل ازاي تتحضر الاكل بشكل صحي، فيبقاش في مشاكل بالنسبه لك انا ما بشوفش المكرونه انا مانع الرز انا مانع العيش. طب ممكن اسال سؤال دكتور عبد الرحمن؟ لو احنا هنطبق ده كناس دلوقتي بتتفرج وعايزه يعني تقتدي باللايف ستايل بتاع اللعيبه ونبدا نوزن، بس هيجي مشكله تقابلنا وهي ان احنا بنتعزم كتير حتى غير رمضان، هاخد الميزان معايا ولا انا هعمل ايه؟ هقول لك حاجتين. انا ليا اكتر من 13 او يعني اكتر من 13 14 سنه ما باكلش على مزاج حد حتى بره بيتي، بنتكسف لان احنا عندنا المجاملات لازم الاكل. بصي انت النهارده ينفع تجاملي حد على حساب صحتك؟ لا مفروض لا مفروض لا. انت جاوبتيها، فانت بتقولي رايحه معزومه لو معزومه عند حد كريليتيف او كقرايب اكيد هتلاقي من اللي معمول حاجه تناسب البروجرام بتاعك. يعني مثلا انت رحت مكان اكيد هتلاقي فيه حاجه مشويه منطقي او نير مشويه يعني حاجه مثلا معموله فرن معموله بتاع بحيث انت تبقى قريب من الاكل ايه بتاعك. تمام. ممكن في الفتره بتاعت العزومه دي عشان ما تكسفش نفسك زي ما انت بتقول خد اكتر حاجه لايت سلطات مثلا مع حاجه بروتين وزياره لاي حاجه في النشويات. انت عارف بقى الكلام لا انتوا ما اكلتوش لا 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 عشان خاطري والله الحاجات دي بجد بتحصل يعني تاني. انا مش ببالغ او انا مصدقك انا تعرضت لده شخصيا كتير بس هقول لك نبقى ماشيين على دايت وبعدين بجد عزومتين ثلاثه خلاص. ار يو ويل انت عندك استعداد انك تضحي زي ما قلت لك باي مكتسب انت عملتيه في التراك بتاعك عشان خاطر حد؟ لا ما بنرجع نندم طبعا بس اديك قلت في الاخر. ففي النهايه انت حتى لو اتعزمت بره يعني بيقول لي طب انا يا عمي انا بتحرك بره كتير اللانش بوكسات دي فكره كويسه انا بحضر اكلي وجباتي بوزنها بحاجتي وحاجتي معايا مش عايز اكله بارد مايكرويف ما عنديش مايكرويف ممكن تاوردر من بره لو هو بتتكلم على وجبه في اليوم انت مزنوق فيها اوكي هتلاقي حل. بروتين بار اخباره ايه؟ ما انصحش بلاش خالص. ليه؟ البروسيسنج بتاعه مش زي ما بيدعى عنه خالص. هو بيدعى ان هو بار بيتكون من بروتين ماشي منتجي هذه المنتجات ما بيتبعوش الجودة بتاعه المكتوب عليها ده بالخط. طب تحفظات حضرتك على البروتين بار تنطبق برضو على فكرة الواي بروتين اللي هو الباودر خالص ولا خالص. ده البروتين بار بس مشكلتي مع ان فيه محتوى عالي من السكريات عشان تلاقي طعمه مقبول ليك كعميل. اوكي بتلاقي زي المارس او يعني زي الشوكولاته نفسها او نوجا او ايا كان فبتلاقي طعمه مقبول ده بيحتاج اضافه سكريات. لكن الناس اللي بتاخد مثلا واي بروتين او اللي بتاخد اللي هو ماس جين على المكملات تماما طول ما هي حاجتين واحد مصرح بيها اتنين في اطار الاستخدام المقنن ليها. ده معنى ايه بقى اتنين دي يعني جرعاتها تبقى مظبوطه. النهارده انت عندك الاسبرين كدواء ده دواء مفيد جدا للناس كلها مفيش حد يعترض عليه بس لو خدت في اليوم علبه اسبرين بقى الاسبرين ايه؟ طبعا خطر طبعا هي نفس الفكره انت عندك حاجه اسمها الباد يوسج وعندك باد ماتيريال. المكملات مش حاجه مضره خالص هو مش كده كده بيبقى مكتوب عليها كام سكوب وكذا ويعني احنا 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 كمتابعين للرياضيين بنوصف لهم الجرعات انا بقول لك عشان ممكن حد يسيء العادية ده بالظبط بدون علم فاهم يعني انت النهارده اسأت استخدام المنتج يبقى المشكله مش في الايه مش في المنتج المشكله في المشكله في سوء الاستخدام
فانت لا، المنتجات بتاعتنا في المكملات وخاصه الفترات الاخيره بقى في تصريحات من وزاره الصحه على موضوع استخدام الواي بروتين، وبقى في ليها تحاليل للجوده بتاعتها واحتوائها لاي مشاكل اذا كانت منشطات او اي مواد ممنوعه او محظوره الاستخدام. فبقى الموضوع بالنسبه لنا مقنن، وتجارتها بقت موجوده عندي في المحلات عادي. فايفن حتى احنا في منظومه الانديه بيبقى في استخدام للمكملات، لان اللعيبه مجهودها اكتر من الطبيعي، فبالتالي احتياجاتها ممكن تبقى مش كلها قادر ايه يستوفيها، بيحتاج مثلا بعد التمارين بتاعته حاجات عشان تساعده على الريكفري، الاستشفاء، البناء السريع وهكذا. هو بالمناسبه هل تغذيه اللاعبين بتختلف طبقا لاختلاف اهميه المباراه اللي هم داخلين عليها؟ يعني لو بيلعبوا فريق في اللذيذ غير لما بيلعبوا فريق قوي، فاهم قصدي؟ مش ما بتوصلش للدرجه دي، لكن انا كعبد الرحمن بيني وبين نفسي ببقى كوشس قوي قوي. يعني انا الفتره بتاعت ماتش افريقيا دي بحسب لها من النهارده حرفيا. يعني ماتش الفاينل ده انا بفكر في كل حاجه من قبل الماتش زي ما انت شايف باكتر من 10 ايام. مش عايز، واكيد مش لوحدي، يعني اكيد مش عبد الرحمن لوحده، ما حدش فينا عايز يسيب اي مساحه لاي ايه اي ثغره او اي غلطه صدفه ولا طبعًا. اي حاجه زي ما قلت لك، دايما احنا اتعلمنا في النادي وتعلمنا في الاداره خد بكل الاسباب اللي تدفعك انك تبقى نمبر 1. انت احسن واحد، انت افضل واحد، النادي الاول في افريقيا، في الشرق الاوسط، تنافساتك على مستوى العالم كله، تاريخك، ما تعلمناش غير ان انت خد بكل الاسباب اللي تخليك احسن واحد في المنظومه كلها. طيب بالنسبه لشرب الميه، لان ده سؤال مهم برضو جدا، انا عايزه بس اولا اسال اللعيبه اخر وقت ممكن يشربوا ميه فيه امتى، ولا ما فيش حتى قبل المباراه على طول في النص ما فيش مشكله في الميه خالص، ولا واحنا بنتمرن حتى في اي وقت بنلعب بنشرب عادي؟ الميه دي اهم سلاح للبرفورمانس للعيبه. اول حاجه تاثر على اداء اللاعبين بالسلب نقص الميه. نقص الميه بنسبه 2% من وزن اللعيب، وده رقم بسيط قوي، تؤدي الى تاثير سلبي على ادائه. وهل نفس الكلام ده ينطبق على الشخص الغير رياضي؟ مش بالك... مش بالك على اهميه الميه بشكل أهمية عام. اهميه الميه قطاع مهم جدا في اي واحد صحيا لفقدان وزن او لممارسه الرياضه. الثلاث انشطه، واحد عادي جدا طبيعي جدا لازم ليه نسب ميه معينه في اليوم ما بتقلش عن 3 لتر ميه في اي حال من الاحوال. اي واحد بيفكر يخسر وزن مطلوب منه كميات ميه ممكن تبقى اكبر من العادي. ليه؟ لان انت وارد جدا ان بيكون في شويه احتباسات في جسمك من الميه مع رفع نسب املاح في جسمك ممكن تؤدي الى سوء تدوير الميه في جسمك. فبتحتاج نسب عاليه من الميه. غير ان صحه الكليه وصحه البشره ونضاره حاجات كتيره جدا في تفاعلات جسمنا وحسن الهضم نفسه قائم على الميه. تمام. بالنسبه للاداء الرياضي، من اول معايير ومن اهم معايير التقييم في الاداء الرياضي هو نسب الارواء عند اللعيبه، نسبة الهايدريشن. لان اي كيس اوف دي هايدريشن او حالات جفاف ولو طفيف للعيب بتؤثر بالسلب على ادائه. هو الوقت للاسف يعني راح مع هذا العطل، ولكن حابين برضو يعني نختم بسؤال حول بقى كده زي يعني روشتة امل. يعني مفيش يعني حد ممكن ان هو دلوقتي يقول انا مفيش فيا امل، انا مش هعرف اخس، انا لازم اعمل عمليه جراحيه. يعني طبعا. الفكر ده عشان احنا كنا بنتكلم في الفاصل مع دكتور عبد الرحمن قالنا لازم الناس تغير فكرها، يعني الموضوع ده مش كده خالص، اي حد ممكن يخس. بالظبط. بص يا نوان، انت لو خدت بالك الفتره الاخيره توجه حتى الدوله نفسها ايه في حمله 2 مليون صحه، احنا بندور على كل بالظبط ما يدعم منظومه صحه المواطن. احنا ضد اي اجراء تدخلي في جسمك وانت تقدر انك توصل بالشكل الكويس المقبول جدا بنظم التغذيه، ممارسه الرياضه، العادات الصحيه السليمه، انك انت شكلك ايه يتحسن وصحتك كمان قبل شكلك ايه تتحسن. فانت زي ما بتقولي حرفيا، يعني انا هقول لك تاني قولا واحدا، مفيش كيس واحده فعلا عندها حاجه تمنعها انها تفقد الوزن. مساله صبر بس، يعني انا ما اقدرش النهارده اقول لك ان انت عندك مشكله كبيره فهنحلها في شهرين. انت ما تخنتش في شهرين او ما زدناش في وزن في شهرين. ادينا عمر، ادينا 6 شهور، سنه، كمل، خلي البروسس زي ما كنت بحكي لك من شويه انها ايه ليفت، عيشيها. عيش الموضوع، مش هو يعني مش فتره مؤقته وترجع تاني تقول لي هو انا هعمل امتى اللخبطه اللي كنت بعملها. فالموضوع صدقني مقبول جدا، الموضوع اتعامل مع ناس كتير قوي قوي قوي، سوى الفكره كلها زي ما قلت لك عيش صح هتوصل للنتيجه الايه الصح. طيب هل برضو لو في فرصة ان احنا نختم مع حضرتك بنصيحة توجهها لعموم المشاهدين بغض النظر بقى اذا كانوا هم رياضيين او غير رياضيين، من ضمن المفاهيم المغلوطة والحاجات اللي انت شايف ان هي بتشكل خطر على الشعب نتيجة فهم او قصور؟ احنا كده وقتنا هيسمح. لا يعني ايه يعني احنا اكبر غلطة احنا بنغلطها ايه في الاكل؟ ان احنا علشان نخسها بناكلش. صح. ايه بقى عشان تخس لازم تاكل. عشان تخس
لازم. ايه بقى اللخبطه دي يا دكتور؟ ايه اللخبطه دي يا دكتور؟ الاعتقاد السيء بتاع ان انت عشان تخس تحرم جسمك من الاكل دي مش نظريه مظبوطه اطلاقا، وده المتبع في معظم المؤسسات اللي بتتعامل مع موضوع فقدان الوزن. يعني ان انت النهارده كريم جاي او فلان جاي عايز يخس، فانت هتاخد الخصايه والزبدايه وعليها عصره مش عارف ايه وبالليل تاخد لي تفاحه وانا كده اخس. ده مفيش فيه اي فن يا كريم. ما انت النهارده لما تمنع اكل بقك اكيد جسمك هيعمل ايه؟ هيخس. احنا بندور على المنظومه الصحيه زي ما قلت لك اللي بتدفعك ان انت باستمرار تكون بتفقد ايه؟ وزن. وعشان تفقد الوزن لازم جسمك يكون دايما شغال حرق. الميتابوليزم بتاعته او انت شغال بتاخد فيول، تاخد وقود، الوقود ده يشتغل ويتحرق وتبدا تطلب غيره فيبدا يخس وهكذا. فنظريه انك ما تاكلش عشان تخس دي قاتله تماما لمنظومه الكيمياء بتاعت جسمنا. وبالتالي لو انت بتقول لي لو سنجل بس او حاجه واحده لازم تقولها للناس عشان تخس لازم تاكل، بس عشان تاكل تاكل ايه؟ تاكل صح. ده كلام محترم. للحديث بقيه دكتور عبد الرحمن، بس بجد والله استفدنا جدا، يعني انا شخصيا استفدت جدا من الفقره دي. انا اتشرفت بيك النهارده والله، شرف لي. احنا سعدنا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا دكتور عبد الرحمن سعيد، استشاري التغذيه لفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. نورتنا وشرفتنا وان شاء الله نسعد بلقائك مره ثانيه. اشكرك، ميرسي جدا.